السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. معنا النهاردة مع الجزء الأخير من حل امتحان سي سي ان بي راوت. في هذا الجزء أو في الفيديو ده هنتكلم عن أفكار لبات امتحان سي سي ان بي راوت. بصوا يا شباب، اللي هيخش منكم امتحان سي سي ان بي راوت الأفكار بتنحصر في الإي أي جي أر بي، بتنحصر في الإي أي جي أر بي. بيجي لك هنا لاب بسيط جدا، يطلب منك مثلا ايه لو في راوترين مثلا اي جي بي عامل بينهم اوثنتيكيشن، يقول لك طب هات لي الاوثنتيكيشن اللي ما بين الراوترين دول وهكذا. ده اول لاب، ويقعد بقى يطلب منك شويه طلبات، يقول لك مثلا بيزبل ديستانس من الراوتر الفلاني النتورك الفلانيه قد ايه والكلام ده كله. اللاب الثاني اي جي ار بي ستوب وسمرايزيشن، ستوب بلس سمرايزيشن، سمرايزيشن اس اس اوكي. لاب بيطلب منك في مشكله مثلا في راوتر معمول بكونفيجريشن ستوب، في خطا في الكونفيجريشن، ده جزئيه ترابل شوتينج وسمرايزيشن. اللاب الثالث او اس بي اف، او اس بي اف فيرجن 2، يعني او اس بي اف وذ مالتيبل اريا، ولاب او اس بي اف فيرجن 3 فيرتشوال لينك، يعني او اس بي اف مع الفيرجن اي بي فيرجن 6، او اس بي اف فيرجن 3 مع اي بي فيرجن 6 فيرتشوال لينك. وده لاب كونفيجريشن عادي جدا، وفي لاب ريديستريبيوشن تمام، وعندك لاب كمان اللي هو البي بي ار البوليسي بيسد راوتينج. فدي الافكار، اللابات الافكار سهله جدا، ما فيهاش اي تعقيد ولا مشكله. تعالوا نبدا في اول فكره عندنا، حاول بس نوسع الكادر شويه. ده اللاب بتاع الايه، ده اللاب بتاع الاو اس بي اف فيرجن 3 فيرتشوال لينك. بمنتهى البساطه، انا بقوم بس الراوترات، هو بمنتهى البساطه بيقول لك ان راوتر 4 مثلا متصل بنتورك، النتورك دي مش مقريه على راوتر 3. القصه وما فيها ان انا عايز اربط اريا 54 باريا 0. طيب ده هيتم ازاي؟ ده هيتم بكونفيجريشن فيرتشوال لينك، هتكون على راوتر 1 وراوتر 2. ولكن انا في هذا اللاب انا عايز اراجع معاك بعض الجزئيات والكونفيجريشن في الاي بي فيرجن 6. فانا فاتح راوتر 3 اهو من عندي، انا هعلمك يعني هنعمل اي بي فيرجن 6 فيرتشوال لينك من البدايه خالص. بالمناسبه الفيرتشوال لينك ده انا شرحته برضو في الاي بي فيرجن 6 في اللاب الاو اس بي اف، عملت ريديستريبيوشن من ريب الاو اس بي اف، وعملت او اس بي اف على فريم ريلي. كان تقريبا هو في اللاب ده، فانصحكم برضو تراجعوا اللاب ده. ليكتشر كام ده؟ ليكتشر تقريبا ليكتشر 6 ولا ليكتشر 7، ده 7 ده اللي كان قبل الاخير. ايوه هو ده كان اللاب اللي اتشرح عليه الفيرتشوال لينك. اوكي، بمنتهى البساطه ان انت كان عندك اهو اريا 0 متصله باريا 1، اريا 2 من تحت اهي، وبعدين هنا عندك اريا 3، راوتر 4 متصل بفريم ريلي مالتي بوينت مع راوتر 5 راوتر 10، وده ريب نيكست جنريشن، وده اريا 4 وهربط اريا 4 باريا 0 عن طريق اريا 3 فيرتشوال لينك. دي انا شرحت الجزئيه دي، فاعتقد ان حل اللاب ده مش هيكون فيه مع ادنى مشكله في اللاب المطلوب في الامتحان سي سي بي راوت. احنا هنبدا بس نراجع على شويه كونفيجريشن. انا مثلا راوتر 3 نكشف بس الانترفيسز، على راوتر 3 هبدا ادي الانترفيسز الاول بس كونف تي، بعدين اعمل اي بي فيرجن 6 يونيكاست راوتنج، ثم اخش على الانترفيس سيريال 3/0 اي بي فيرجن 6 ادرس 2001 دبل كولوم ماندا بالدبل كولوم 160/64، وبعدين هنعمل نوشن داون، وبعدين اي بي فيرجن 6 راوتر او اس بي اف 1 وراوتر اي دي 3.3.3.3، وبعدين هنخش على انترفيس سيريال 3/0 وهنعمل IPv6 او اس بي اف 1 اريا 0. اوكي، يعني انا كان ده بيعادل سطر النتورك اللي في الاو اس بي اف فيرجن 2 او الاو اس بي اف وز اي بي فيرجن 6 اي بي فيرجن 4. لو كنت بكتب راوتر اس بي اف 1 بعد كده نتورك مثلا 10.0.0.0.0.255 وهكذا. فانت السهوله في الاي بي فيرجن 6 مع الاو اس بي اف ان انت بتكتب الامر اي بي فيرجن 6 او اس بي اف 1 اريا 0 تحت الانترفيس ما يعادل امر النتورك او الكوماند بتاع النتورك والاي بي بتاعت النتورك دي. طيب انا كده خلصت على راوتر 3، اروح على راوتر
2 كونف تي اي بي فيجن 6 يونيكاست راوتنج، بعد كده راوتر اي بي فيجن 6 او اي بي في 6 راوتر او اس بي اف 1 راوتر اي دي 4 اثنينات، وبعدين انترفيس سيريال 3/0 اللي رايحه الى راوتر 3 هعمل اي بي في 6 ادرس 2001 كولوم 2/64 نو شت داون، وبعدين اي بي في 6 او اس بي اف 1 اريا 1 ده اريا 0 بقى هنا دي اريا 0 اوكي، بعد كده هروح لراوتر 1 لا على راوتر 2 برضو على الانترفيس اللي رايحه الراوتر 1 بس هرجع تاني راوتر 2 انترفيس سيريال 3/1 اي بي في 6 address 2001:2:1/64 وبعد كده نو شت داون اي بي في 6 او اس بي اف 1 اريا 11 اريا 11 اوكي، بعد كده هروح بقى الى عمل نو شت داون، بعدين هروح الى راوتر 1 كونف تي اي بي في 6 يونيكاست راوتنج اي بي في 6 راوتر او اس بي اف OSPF1 بعدين احدد الراوتر اي دي 4 وحايد، بعد كده انترفيس سيريال 3/0 اللي رايحه رايح من راوتر 1 راوتر 2 اي بي في 6 ادرس 2001:2:2/64 وبعدين نو شت داون، وبعدين اي بي في 6 او اس بي اف 1 اريا 11 اوكي تمام. خلي بالكم بقى ايه راوتر 2 ارى راوتر 1 وكذلك راوتر 3 ارى راوتر 2 عمل ريليشن شيب كلام جميل. لو انا مثلا رحت من راوتر 3 وعملت دو بينج على 2001 او الكولوم 2 دبل دبل كولوم 2 اللي هو راوتر 1 بينج من راوتر 3 على الراوتر 1، راوتر 1 واخد اي بي كام؟ بينج اهو عمل بينج اهو هو فاوت بس اول 2 باكيتس تمام اوكي ارجع الراوتر 1 تاني انترفيس سيريال 3/1 اللي رايح من راوتر 1 لراوتر 4 اي بي في 6 ادرس 2001:3:1/64 بعدين نو شت داون اي بي في 6 او اس بي اف 1 اريا 24 بعدين اروح الى راوتر 4 كونف تي اي بي في 6 يونيكاست راوتنج اي بي في 6 راوتر او اس بي اف one router id 4/4/4/4 وبعدين اروح الى interface area 3/0 ipv6 address 2/64 وبعدين no shutdown ipv6 ospf1 area 54 عملتها الناحية التانية ايوه تمام. لو انا رحت من router 3 عملت dubbing على 2001 3 2 بنكت من راوتر سي على راوتر 4 المفترض هنا مش هايبينج ليه؟ لان اريا 54 مش متصله باريا 0 مباشره. القاعده بتقول ان في الاو اس بي اف لازم يكون عندي في المالتي اريا لازم يكون عندي باك بون اريا اللي هي اريا 0 ومتصل بيها الايه الباقي الارياز بقى اللي هي اريا مثلا اريا 1 اريا 2 اريا 3 متصلين مباشره باريا 0. طب ماذا لو انا عندي اريا متصله باريا 0 بطريق غير مباشر؟ هعمل فيرتشوال لينك ما بين راوتر 1 وراوتر 2 ده اللي هيكون مطلوب منك في الامتحان. طيب اروح على عشان اعمل فيرتشوال لينك اروح على راوتر 1 بكل بساطه الامر بسيط جدا هخش IPv6 راوتر او اس بي اف 1 وبعدين هعمل اريا 11 فيرتشوال لينك مع 2.2.2.2 اروح على اللي هي اربط اعمل فيرتشوال لينك بين ار 1 وار 2 تمام وبعدين هروح لار 2 وهعمل IPv6 راوتر او اس بي اف 1 اريا 11 virtual link مع 1.1.1.1 انا كده يعتبر عملت virtual link ما بين اهو او خلي بالكم يا جماعه بصوا نكبر شويه بس الترمينال بيقول لك ايه ان فعلا اتعمل virtual link virtual link 0 تمام ما بين r2 r1 قواعد الفيرتشوال لينك ايه بقى يا شباب؟ ان عشان اربط اريا 54 باريا 0 لازم اعمل فيرتشوال لينك ما بين راوتر متصل باريا 54 تمام كده وراوتر يكون متصل بالاريا اللي فيها ار 1 وكذلك متصل بالباك بون اريا وهو هي الشروط اللي بتنطبق على ايه على ار 2 فبالتالي ممكن اعمل هنا شو اي بي في 6 او اس بي اف فيرتشوال لينك تمام اهو بيقول لك ان انا عامل فيرتشوال لينك 0 تو راوتر 1.1.1.1 is up حالة ال virtual link دي up فين ال ال state هنا point to point تمام ال cost 64
الهداء قيمة الهلو اهو الديد 40 والويت 40. اوكي تمام. لو انا جيت بقى من R3 عملت دو بينج، عملت بينج على برضه نفس الاي بي، بصوا الاي بي ده اللي هو بتاع مين؟ راوتر 4 من R3 تمام. لو جيت عملت بينج هو بيبينج دلوقتي معايا، وهي دي الفكره اللي هو عايزها منك في الامتحان. هو بيقول لك مثلا راوتر 4 ده مش بيبينج على راوتر 3 او راوتر 3 مش قاري راوتر 4. الحل ان انت هتعمل فيرتشوال لينك ما بين R1 و R2، هتلاقي راوتر 3 دلوقتي خلاص عارف يبينج على R4 لان انا واي كاني ربطت اريا 54 باريا 0. طيب احنا كده خلصنا اول فكره من الامتحان ده، الاي بي فيرجن 6 او اس بي اف فيرتشوال لينك. اللاب التاني بيتكلم عن الريديستريبيوشن. بمنتهى البساطه هو بيكلمك عن ان انا راوتر واحد وراوتر اتنين وراوتر تلاته، اللينك من راوتر واحد راوتر اتنين واتنين وتلاته معمول على اي اي جي ار بي 100، في ادفرتايزمنت بيحصل على اللينكات دي، اللينكات دي على اي اي جي ار بي تحت اي اي جي ار بي اوتونوم سيستم 100. وبعدين راوتر 2 طلعت منه لينك فاست ترانزيشن لزيرو على راوتر 4 اريا 1 او اس بي اف اريا 1، وهنا من راوتر 3 راوتر 4 اريا 2. كل القصه ان انا عايز اربط، يعني عايز مثلا اروح عند راوتر 1 وان شوي براوت. اوكي انا ظاهر لي فقط 10.0.0.12، انا عايز برضو يظهر لي 10.0.0.0 و10.0.0.4. يعني انا عايز اعمل ريديستريبيوشن. الريديستريبيوشن هنا هيحصل فين؟ هيحصل مره عند راوتر 2 ومره عند راوتر 3. طب ده كلام جميل. اروح عند راوتر 2 كونف تي، انا هعمل هخش راوتر او اس بي اف 1 هعمل ريديستريبيوشن من اي اي جي ار بي للاو اس بي اف والعكس صحيح تمام. فانا هعمل ريديستريبيوت اي اي جي ار بي 100 subnets، يعني اعلن عن ال classless networks subnets metric مثلا خليها 20، خليها هي باي ديفولت لو ما كتبتش المتريك هتكون 20، بس انا ممكن احدد المتريك 30 مثلا 30. متريك تايب اخلي متريك تايب 1 مثلا، يعني هيحصل increment في المتريك. اوكي وبعدين هروح الى الراوتر اي اي جي ار بي 100، بعدين ريديستريبيوت او اس بي اف 1 متريك. هنا هنحدد بقى اول حاجه الباندويتس، مثلا نحدد الباندويتس 1024، ممكن لا الباند ده كيلو بت بير سكند، ممكن نحدده 100000 يعني 100 يعني 100 ميجا بت بير سكند. الديلي ممكن نحدده مثلا 200، الريلايبيليتي 100 255 يعني 100 ريلايبل 255، اللود 1 والام تي يو خليه مثلا 1500، بعدين ندوس انتر. طب ده كلام جميل. لو انا رحت الى راوتر 1 ورحت عملت شو اي بي راوت، ارى اهو ال 10.0.0.0 تمام. لو جيت عملت بينج على راوتر 4 10.0.0.1 من راوتر 1 اهو بينج. طب ده كلام جميل. اروح على راوتر 3 نفس القصه، اروح كونف تي راوتر او اس بي اف 1 ريديستريبيوت اي جي ار بي 100 سب نتس متريك 40 مثلا 40 متريك تايب 1. اوكي وبعدين اروح الى راوتر اي اي جي ار بي 100 ريديستريبيوت او اس بي اف 1 متريك. ممكن بقى تسهل على نفسك وتعمل متريك 11111. اوكي وبعدين دوس انتر وكده برضو راوتر 1 لو جيت عملت شو اي بي راوت، اي بي راوت تمام اهو ار 10.0.0.4 تمام. بس خلي بالك لو انت عملت اربع يعني خمس وحايد ده انت عشان توفر نفسك الكتابه، انا ما انصحش بكده. دخله زي ما انا دخلت في راوتر 2 بالظبط كده، ايه حددت المتريكس بتاعتي. لو انت لاحظت ان المتريك ل 10.0.0.4 لراوتر 1 يعرفها عن طريق راوتر 3، بصوا المتريك قيمته قد ايه، يعني بصوا هنا المتريك قيمته قد ايه وهنا عند راوتر 2 قيمته قد ايه. اوكي فنراعي الكلام ده في الاكزام. طيب ده الانديكيشن بقى ان هو مثلا بيقول لك حاول تعمل بينج من راوتر 1 على راوتر 4. انا جيت عملت بينج فعلا، طب عملت مره على 10.0.1 ودوت 5 بيعمل بينج. طب ده كلام جميل. مره دوت 6 مثلا اهو بيعمل بينج، يعني الاي بي بتاع فاست ترانزيشن لزيرو بتاع راوتر 3. بيقول لك برضو اعمل خش تيلنت، حاول تخش تيلنت من راوتر 1 لراوتر 4. طيب انا هاجي بس على راوتر 4 واعمل كونفيجريشن التيلنت ممتاز وبسرعه كده، انيبل باسورد سيسكو وبعدين لاين في تي واي 0 هنا بقى 1869، يعني ممكن اعمل 0 15 وبعدين هعمل باسورد
سيسكو لوجن. ممكن اخلي اليوزر نيم والباسورد، اعمل يوزر نيم ادمن سيكريت زيرو سيسكو، يعني السيكريت انا هكتبها بان كلير تكست، الزيرو دي معناها هكتب السيكريت ان كلير تكست وهو هيعملها انكريبشن. لو عملتها 5 يعني انا هكتب الباسورد هاشد. وبعدين اخلي اللاين في تي واي يطلب اليوزر نيم والباسورد دي بامر اللوجن لوكال. وبعدين اعمل ترانسبورت انبوت اول، لو جيت من الراوتر 1 جيت عملت تيلنت على 10.0.0.4 ده اللي هو بتاع راوتر 4 تقريبا، لا دوت 1 دوت 1 اهو اتفتح اهو راوتر 4 سيسكو. اوكي ادمن الباسورد ايه بقى؟ الباسورد سيسكو سيسكو. في مشكله بس هنا في اليوزر نيم والباسورد، مع اني انا كتبت هنا سيسكو. اوكي نو بروبلم، بس انا دلوقتي عندي فعلا راوتر واحد قدر يتلنت على راوتر 4. طيب ده كلام جميل، ده فكره اللاب بتاع الريديستريبيوشن، فكره بسيطه جدا وسهله. دلوقتي بقى هنتكلم عن اللاب بتاع البي بي ار، البوليسي بيست راوتنج بروتوكول. منتهى البساطة انا عندي راوتر 3 قصاده راوتر 1 وراوتر 2. البي بي ار هخلي راوتر 3 عايز افورورد ال HTTP بحيث لو جات الاجيل ار 3 باكيت من سورس اي بي جاي من انترنال نتورك رايحه على HTTP راوتر 3 مطلعها الراوتر 1. كذلك لو جات اي اذر اني اذر ترافيك راوتر 3 فرودها الى راوتر 2. طيب هنبدا منين؟ كل البدايه بتاعتنا هتكون على راوتر 3. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم على راوتر 3. اول حاجه انا عايز افرود ايه ال HTTP packets تطلع على من راوتر 3 على راوتر 1. فكل اللي انا هعمله هعمل access list 100 دي extended access list TCP لا permit الاول permit TCP لان ال HTTP ده بورت 80 ده TCP. السورس بقى 192.168.1.0 الوايلد كارد ماسك 000255 any equal 80 تمام. وهعمل log اوكي اللوج دي يعني انا اي باكت هتماتش السطر الاي بي السطر الاكسس ليست دي هيطلع لي سيزلوك مسج بيها. وبعدين هعمل كده خلاص. وبعدين هعمل بقى ايه راوت راوت ماب. هعمل راوت ماب راوت ماب وهعمل هديله مثلا اسم هسميه مثلا سيسكو هدي سيكونس نمبر 10. وبعدين هعمل ماتش على الاكسس ليست اي بي ادرس اكسس ليست 100. وبعدين هعمل سيت نيكست هاب اي بي نيكست هاب على 41.50.1.1 اوكي تمام. وبعدين الفكره بقى هنا ان انا لو جات لي باكت مش اتش تي تي بي هعرف ازاي راوتر 3 اللي هو يوديه الى راوتر 2. هعرف ازاي راوتر 3 اللي هو يوديه الى راوتر 2. بمنتهى البساطه هعمل برده نفس الراوت ماب بس على سيكونس نمبر، بدل بقى 10 هعمله 20 اوكي. وبعدين هعمل ست اي بي نيكست هاب 41.60.1.1. الفكره هنا هتقول لي يا باشمهندس طب انا دلوقتي راوتر 3 هيفرود ايه بالظبط وليه انت عملت الست ما عملتش الماتش؟ بمنتهى البساطه عشان نجاوب على السؤال ده تعالوا نعمل شو على الراوت ماب دي. شو على الراوت ماب؟ اي باكت هتجيلي هتيجي الراوتر 3 هيعديها الاول على الراوت ماب سيسكو اللي هي السيكونس نمبر بتاعها 10. هيشوف هل هي بتماتش الاكسس ليست 100؟ لو بتماتش هيعمل النكست هاب 41.50.1.1. طيب لو الباكت مش بتماتش يعني مش رايحه على اتش تي تي بي رايحه على اني ديفرنت بروتوكول هيقوم مطبق الراوت ماب السيكونس نمبر 20 وبالتالي هيطبق الاي بي نيكست هاب على 40.60.1.1. فاضل ايه بقى؟ فاضل انا اروح لانترفيس كونف تي وبعدين انترفيس فاست ايثرنت 0/0 انترفيس الداخليه اللي رايحه لللان اوكي. وبعدين هعمل اي بي بوليسي اي بي بوليسي راوت ماب سيسكو تمام وادوس ان انتر. كده الراوت ماب اتطبقت عندي تحت الفاست ايثرنت 0/0. فدي بمنتهى البساطه دي فكره اللاب بتاعنا. خلي بالكوا يا شباب ان ده مش اللاب المطابق للموجود اللي هيجي في الامتحان، ولكن
دي نفس المطالب. يعني هو المطلوب فعلا اللي هيطلبه منك ان انت ست النكست هاب على اتش تي تي بي لراوتر مثلا واحد، واني اذر ترافيك هتروح الى راوتر 2. تعالوا نشوف اللاب اللي بعده. دلوقتي ده بقى صدنا لاب ال OSPF. منتهى البساطة كده عشان نعرف اللاب ده ايه تفاصيله. الاريا تعالوا بس ايه نصغر كده بس شوية. جيب تاني اهو. بصوا يا جماعة دي اريا زيرو، دي اريا زيرو متضمنه اللينك ما بين راوتر 2 وراوتر 3 وراوتر 3 وراوتر 1. اوكي اللينك اللي ما بين راوتر 3 وراوتر 4 ده اريا 1، واللينك ما بين راوتر 4 وراوتر 6 ده اريا 3، واللينك ما بين راوتر 4 وراوتر 5 ده اريا 2. اوكي تمام. اول طلب طلبه منك ان هو بيقول عايزك تخش على راوتر 5، تمام كده. وبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انا عايز اعرف، انا عايز اعرف فتعالوا بقى نعمل شو اي بي. بس نكمل تاني هو طالب ايه الاول. هو طالب بيقول لك انا عايز ال اس اي تايب 4 تايم او ايج على راوتر 5. هيتعمل ده يعني تشوف الايج بتاعت ال اس اي تايب 4 فور اريا 1 الكومينج فروم راوتر 3، تمام. فانت هتعمل هنا شو اي بي او اس بي اف داتابيز. اوكي اهي. بصوا يا جماعه انا دلوقتي على السمري نت لينك ستيتس، انا دلوقتي بدور ده ال اس اي تايب 4، تمام. اهو ده اللينك اي دي 3.3.3.3 اللي هو اللينك اي دي، يقصد بيه اللينك اللي ما بين راوتر 3 وراوتر 4 ده اللي هو في اريا 4، تمام. الايدج بتاعته فين بقى؟ ها تعالوا بص الايدج بتاعته كام هنا. الايدج بتاعته 1850، هو ده اللي طالبه منك. اوكي طبعا انت في يعني لو بصيتوا حتى في السؤال يا جماعه، بصوا هو في الاختيارات هو ايه جايب 1858 ولا 1601 ولا 600 ولا 1569. لا هو المفترض يعني انا عندي طالع 1850 في السيميوليتور هيطلع معاك رقم معين ايا كان سواء الرقم ده او غيره. المهم انت بتكتب اللي فيه في الرقم ده الامر اللي هو شو اي بي او اس بي اف داتابيس. طب ده كلام جميل. طالب بيقول لك which of the following statements true about the serial links that terminate in router 3. بيقول لك ماشي اوكي the router 1 router 3 link needs the neighbor command for the adjacency to stay up. بيقول لك router 1 router 3 link needs the neighbor command for the adjacency to stay up. لا تمام. طب فين راوتر الاول بس قبل ما نقول لا او فين راوتر 1. راوتر 1 هنا راوتر 3. لو انا رحت الراوتر 3 تمام وجيت عملت شو اي بي او اس بي اف انترفيس، هو ده سيريال كام بقى؟ تعالوا كده هو ده سيريال كام. سيريال 1/1 انترفيس سيريال انترفيس. اوكي وبعدين ده على لا 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 انا كده على انا عايز اروح على راوتر 3. انا دلوقتي على راوتر 5، اروح لراوتر 3 وهكتب شو اي بي او اس بي اف انترفيس سيريال 1/1. نوعيه النتورك المتصله ما بين راوتر 3 وراوتر 1، النتورك تايب هنا نام برودكاست، نام برودكاست. اوكي لو انا جيت على راوتر 3 عملت شو اي بي او اس بي اف نيبر، تمام، هلاقي ان راوتر 3 مش مسجل راوتر 1 از نيبر، مش مسجله از نيبر. ليه؟ النتورك اللي ما بينه يا جماعه برودكاست، نام برودكاست، نام برودكاست. حتى كمان النام برودكاست الهالو 30 الديد 120 الويت 120 فده نام برودكاست، تمام. ومع ذلك راوتر 3 مش عامل ادجسنسي مع راوتر 1. طب ليه؟ لان في النام برودكاست هتخش على راوتر اس بي اف 1 وعايز تربط راوتر 3 مع راوتر 1. راوتر 3 اعمل امر النيبر النيبر واكتب فيه العنوان بتاع راوتر 1، تمام. العنوان بتاع راوتر 1 كان بقى على سيريال 0/0. اتعلموا بقى ده امر كومن، امر مهم جدا في الشو، تمام. شو ران انترفيس سيريال 0/0.
هيطلع لي فقط الكونفيجريشن بتاع سيريال 0 ل 0 اللي هو 192.168.13.1، اخده ده كوبي واروح هنا اعمل بيست وادوس انتر. اوكي، وبعدين هعمل برضو دو شو ران انترفيس سيريال 1/1، لان انا هدخل الاي بي بتاع السيريال دي على راوتر برضو 1. هروح على راوتر 1 واعمل كونف تي راوتر او اس بي اف 1 نيبر. كان بقى النيبر اهو 13.3، اوكي 13 هنا اهو، وبعدين دوت 3 كده هيعملوا ادجيسنسي ما بينهم، ما بين راوتر 1 وما بين راوتر 3 اهو يا جماعه. تمام، فهنا بيقول لك which of the following statement is true about the serial link that terminates in router 3. router 1 router 3 link needs the neighbor command for the adjacency to stay up. ولا router 2 router 3 link OSPF timer value are 30 100 120 120. طب نشوف router 2 router 3 link، هل هو التايمر بتاعه 30 120 120؟ طيب تعالوا نبص، هو راوتر ده ما بين راوتر 2 راوتر 3 سيريال 1 سلاش 2 صح؟ طيب تمام، سيريال 1 سلاش 0، فانا هعمل شو على ده وهشوف التايمر كام، هشوف التايمر كام. اوكي، هعمل دو شو دو شو اي بي او اس بي اف انترفيس سيريال كام بقى؟ 1 سلاش 0 1 سلاش 0 اها. ايه بقى؟ طب نعمل كده exit show IP OSPF interface serial 1 slash لا انا دلوقتي على راوتر عايز اروح على راوتر 3. اوكي exit exit show IP OSPF interface serial 1 slash 0 ولا 3 ولا 2 1 slash 0 1 slash 0 الهلو هنا 30 120 120 فعلا فعلا. طب على راوتر 2 هل برضو نفس التايمر؟ راوتر 2 راوتر 2 واصل على راوتر 3 سيريال 0 سلاش 0، فهعمل شو اي بي او اس بي اف انترفيس سيريال كام 0 سلاش 0 0 سلاش 0 برضه هنا 30 120 120. اوكي ففعلا هنا الاجابه دي صح. اوكي وبرضه هنا الاجابه برضه دي صح. تمام، طب راوتر 1 راوتر 3 اوسبيف تايمر فاليو ار 10 40 40؟ لا التايمر فاليو على راوتر 3 وراوتر 1 كان 30 120 120، دي نون برودكاست. راوتر 3 از ريسبونسبل فور فلودنج ال اس يوز تو ذا اول راوترز اون ذا نتورك. ماشي هي دي صح برضو، ولكن تو اول راوترز ريسبوندنج ريسبونسبل فور فلودنج، لا لا دي الاجابه دي برضو مش صح. هي انا هنا الاجابه عندي يا اما دي يا اما دي. اوكي بس انا يعني ال 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 انا لو مكانك انا لو مكانك في الامتحان انا هختار الاجابه دي. ليه؟ لانه بيقول which of the following statements true about the serial link. السيريال لينك خلي بالكم ان التايمر ده كونفيجريشن بينزل تحت السيريال. اوكي لكن النيبر ده النيبر كوماند بينزل تحت الراوتر او اس بي اف، فانا هختار هنا الايه الاجابه بي. تمام، بيقول لك how many times was SPF algorithm executed on router 4 for area 1. تعالوا نفتح هنا router 4 وهعمل show IP protocols. اوكي لا 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 مش الامر ده، ده انا دلوقتي خلي بالك هو بيطلب منك هو الراوتر 4 دلوقتي فين راوتر 4؟ راوتر 4 اللي هو ده عمل حسبه الاس بي اف الالجوريثم بتاعت الاس بي اف على اريا 1 كم مره. تمام، بيعمل الحسبه دي ليه؟ عشان يرفرش على المعلومات بتاعته اللي جايه الخاصه باريا 1، هو عملها ده كام مره. تمام، طيب لو جينا عملنا امر شو اي بي او اس بي اف، اتذكر هو الامر ده شو اي بي او اس بي اف ده اللي جاب لي اللي كان عمل اس بي اف كام مره على اريا 1. اه دي اريا 1 اهي. تمام، عمل اس بي اف كام مره؟ الاس بي اف عملها 7 تايمز 7 تايمز 7 مرات. اوكي لكن تقلي بالك ان انت عندك هنا في الاس بي اف الجوريزم هنا الاجابه المفترض اللي هي سي 9، فانت خلي بالك ان احنا شغالين على ايميوليتور الجي ان اس 3، فالسيميوليتور هيبقى الرقم 9. اوكي فالاختلاف الارقام ما يعملش اي مشكله، لان احنا شغالين على سيميوليتور ايميوليتور للجي ان اس 3، ده يفرق عن السيميوليتور بتاع سيسكو في الاكزام. في برضو سؤال تاني بيقول لك areas of router 5 and router 6 are not normal areas. تمام اوكي، inspect their routing tables and determine which statement is true. طيب لو انا انسبكت زي الراوتر راوتينج تيبل، انا فاتح راوتر 5 هفتح كمان راوتر 6 وهعمل شو
ممكن تعمل شو اي بي راوت، او اعمل شو اي بي راوت او اس بي اف، اوكي، او راوتر او اس بي اف. خلي بالكو الاريا دي معموله ايه، الاريا دي اريا كام؟ دي اريا 3. اريا 3 معموله توتالي ستوب، معموله توتالي ستوب. او نشوف كده لو جينا عملنا شو ران سيكشنز راوتر او اس بي اف 1، او اس بي اف 1 تمام، انا سيكشن راوتر اس بي اف 1 معموله ستوب. اوكي دي الاريا دي معموله ستوب. لو رحت الراوتر 5 تمام، راوتر 6 كده، خلي بالك راوتر 6 باي نتورك عايز يروحها بيروح على مين؟ 192.168.46.4 اللي هو الاي بي بتاع مين؟ راوتر كام؟ راوتر 4 تمام، على فاست ايثرنت 2/0. لو انا رحت الراوتر 5 اوكي، كنت عملت شو اي بي راوت او اس بي اف، راوتر 5 عارف النتوركس المتصله على راوتر 6. طيب عرفت ازاي؟ بمنتهى البساطه، لو انت عملت شو اي بي انترفيس بريف الراوتر 6، فهنا خلي بالك الراوتر هو اللوب باك بتاعته كام؟ 4 ستات. اوكي على الراوتر 6 متصل عليه لوب باك 4 ستات، فهو خلي بالك ان انا عندي هنا راوتر 5 يعرف الاربع ستات اهو، يروح عن طريق 192.168.45.4 اللي هو على راوتر 4. اوكي طب تعالى بقى، انا دلوقتي عملت فعلا انسبكت، شفت اوامر الشو، هو بقى بيقول لي ايه اوامر الشو؟ الشو بتاع الراوت، شو اي بي راوت، شفت الراوتنج تيبلز، بيقول لك بقى راوتر 5 لوب باك ان راوتر 6 لوب باك ار بوت بريزنت الراوتر 5 راوتنج تيبل. ايوه الاجابه دي صح، الاجابه دي صح، يعني انا عندي الانسر ايه هو الصح فعلا. لان طب هو بيقول لك راوتر 5 لوب باك راوتر 6 لوب باك ار بوت بريزنت الراوتر 6، لا اللوب باك بتاع راوتر 5 ولا راوتر 6 ظاهر في الراوتنج تيبل بتاع راوتر 6، وهكذا بقى الباقي ايه هيكون غلط. فالاجابه الصح هي هتكون كويستشن اي. طيب ده كلام جميل. ده بقى لاب الستوب او الاي اي جي ار بي ستوب، بمنتهى البساطه من غير بقى رغي كتير، هو بيقول لك ان راوتر 3 في نتوركس بقى ريموت متصله على الناحيه الشمال كده من راوتر 3، مش عارفه تشوف النتوركس اللي عند راوتر 4 او راوتر 2 وهكذا تمام. بيقول لك بقى اعمل ترابل شوتينج، ترابل شوتينج. طب كلام جميل، لو انا جيت عند راوتر 3 وجيت عملت شو ران سيكشن، اول حاجه هدور عليها طبعا ده اي جي بي، فانا اول حاجه اعمل عليها شو هي الشو ران سيكشن، ادور على الكونفيجريشن بتاعت الاي جي بي، اعمل عليها فيريفيكيشن. هو بيقول ايه النتوركس المتوصله على راوتر 3 تمام. فهو هنا بيقول لك ان مثلا راوتر 2 مش عارف يوصل للنتورك ال 172.16.1.0.16.24 اللي على الراوتر، لو جيت عملت شو اي بي راوت اي اي جي ار بي، خلي بالك ان راوتر 2 قاري فقط النتورك دي لكن مش قاري الانترنال نتورك بتاع راوتر 3، وكذلك عند راوتر 4 نفس الكلام. راوتر 4 لو جيت عملت شو اي بي راوت اي اي جي ار بي برضو مش قاري ال 172.16.1.0 تمام. ففي مشكله اي اي جي ار بي كونفيجريشن عند راوتر 3 او ممكن تكون عند راوتر 4 او راوتر 2. فانا هبدا، انا هبدا منين؟ انا هبدا من راوتر 3 وهعمل امر شو ران سيكشن راوتر اي اي جي ار بي تمام. ده اول حاجه همشي بيها كده، ده ترابل شوتينج. هلاقي ان في امر هنا اي اي جي بي ستوب ريسيف اونلي، راوتر 3 ستوب ريسيف اونلي، فقط بيستلم ادفرتايزمنتس لكن مش بيعلن عن النتوركس بتاعته لراوتر 4، وبالتالي مش بيعلن عن النتوركس بتاعته لراوتر 2. فالحل هنا ان انا اروح لراوتر اي اي جي ار بي 123 واعمل نو اي اي جي ار بي ستوب ريسيف اونلي اوكي. وممكن اعمل بقى الراوتر اي اي جي ار بي ده اللي هعمل مثلا اي اي جي ار بي ستوب اخليه مثلا ستاتيك اوكي وسمري تمام. لو رحت الراوتر 2 جيت عملت شو اي بي راوت اي اي جي ار بي، اها استنى شويه، هل هنا بيعلن عن 192.16.0.0 تمام. طب لو رحت هنا الراوتر 4، راوتر 4 شو اي بي راوت اي اي جي ار بي، لسه برضو مش عارف النتوركس. طيب احنا ممكن نعمل حاجه كده، ممكن نعمل نو اي اي جي ار بي، نو نروح تاني الراوتر اي اي جي ار بي، ممكن نشيل الامر بتاع الستوب ده خالص يعني اوكي، نعمل هنا نو
ده مثلا اللي احنا دخلناه، نعمل هنا نو عليه. اوكي نروح بقى نشوف هنا. اها فعلا راوتر 2 ارى اهو النتوركس اللي على راوتر 3. كل الفكره ان انا شلت فقط امر الايه، امر الاستاب، يعني عشان ما نتلخبطش انا شلت بس الامر اي جي بي ستاب ريسيف اونلي، ده هيخلي راوتر 3 ما يعلنش عن النتوركس الانترنال بتاعته، لا الراوتر 4 ولا الراوتر 2. طيب تاني حاجه طالب منك سمرايزيشن، لو انا رحت على راوتر 3 وجيت عملت الشو، ممكن نخش على لاين كون 0 عشان الرساله سيسلوج مسج، واعمل لوجن سينكرونس اكزيت اكزيت شو اي بي راوت اي اي جي ار بي. شوف بقى راوتر 3 عارف كام نتورك، يعني كام نتورك اولها 10 من ضمنهم. لو انا كده تاني اعمل تاني مره تانية اهو، هو راوتر هو عايز يعمل سمرايزيشن اهو، only to the distant how to complete it. The success of ping of ping from router 4 to the router 3 LAN interface proves that the fault has been corrected. Okay, and router 3 IP table only contains 2.10.0.0.0. طيب ده كلام جميل. او هنا في 2. اوكي لو جيت عملت show IP interface brief and router 3، هو منهم هنا في 10.2.3.3. لو انا جيت عملت الشو اي بي راوت هلاقي ان راوتر 3 في نتورك كونكتد عليه اللي هي 10.2.3.0/24. اوكي والباقي دول بقى عارفهم من مين؟ عارفهم من راوتر 4. انا عايز اعمل سمرايزيشن بقى. لو انا عملت سمرايزيشن لكل دول بامر الاوتو سمري تمام كده على راوتر 4 اهو، لو جيت مثلا على راوتر 4 جيت انيبل كونفتي راوتر اي اي جي ار بي 1 2 3 وعملت اوتو سمري، رحت على راوتر 3 وجيت عملت شو اي بي راوت اها، هلاقي فعلا الراوتر تمام اوتو سمري. وبعدين هروح الى انترفيس، او ممكن اروح هنا على الانترفيس اللي رايحه من راوتر 4 الى راوتر 3 تمام. ممكن ما اعملش اوتو سامري، ممكن لا 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 هعمل نو اوتو سامري، ده اقتراح بس لا الاوتو سامري مش هتنفع هنا. اوكي هروح هنا انترفيس سيريال 0 سلاش 0 وهعمل اي بي اي اي جي ار بي اي بي سامري ادرس اي اي جي ار بي 1 2 3 10 دوت 10 دوت 0. ممكن نعمل 10.2، هما مشتركين في كام؟ ف 10.2. اوكي ممكن نعمل هنا 10.2.0.0. اوكي 255 255 0 0 كده انا خليت راوتر 4 يروح الى يسمرايز النتوركس ال 10.2 لراوتر 3. طيب هو بيقول لي عشان فعلا تتاكد انك ماشي صح هتلاقي في سطرين بس 10 عند راوتر 3، فعلا في سطرين 10 دي السطر الـ او النتورك اللي راوتر 3 عارفها من راوتر 4 سمرايز، وكذلك دي النتورك اللي او النتوركس المتصله دايركت على راوتر 3. ذاتس اول، ده اللاب بتاع الاي اي جي ار بي ستوب. دلوقتي بقى ده اخر لاب عندنا، ده اي اي جي ار بي برضو. بيقول لك بقى ايه في اول سؤال؟ بيقول لك traffic from router 6 to router 6 loop back is loop shared between router 1 router 2 router 3 router router 1 router 2 router 4 router 6 and router 1 router 3 router 5 router 6 تمام. في loop shared ما بين لو انا مثلا على router 6 عايز اروح النتورك loop back او loop back address اللي على router 1، في shared loop balance ما بين اللينك ده تمام اللي على اليمين واللينك اللي على الشمال. عايز يعرف الريشيو، الريشيو هعرفها ازاي؟ هروح الى راوتر مثلا 1 واروح برضو الى، لو رحت مثلا راوتر 1 جيت عملت شو اي بي انترفيس بريف اوكي، فاللوب باك هنا عنده 150.1.1.1. اوكي لو رحت على راوتر 6 وجيت عملت شو اي بي راوت 150.1.1.1 اوكي، هنا طلع لي اللود شير، اللود شير كاونت او الترافيك شير كاونت عندي هنا واحد وهنا واحد، هو هنا واحد لواحد بس خلي بالك ان في الامتحان برضو السيميوليتور يا جماعه السيميوليتور مختلف، فهنا هيطلع عندك 19 الى 80، الريشيو عندك هنا هيطلع 19 الى 80. طيب السؤال الثاني بيقول what type of route filtering is occurring on router 6. في راوت فلترنج على راوتر 6. طيب تعالوا نشوف، لو انا راوتر 6 وجيت عملت شو ران سيكشن بايب سيكشن راوتر اي اي جي ار بي، وعايز اشوف ايه نوعيه الفلترنج المعموله هنا.
distribute list 1 out. اوكي ده distribute list using access list اللي هي option A. تمام. What key chain being used for authentication ERP adjacency between router 4 and router 2. في authentication ما بين router 4 و router 2, يبقى عشان اشوف الكي authentication او authentication key اروح على router 4 وهو متوصل على router 2 على fast ethernet 1/0. طيب اوكي, لو انا جيت عملت show run interface fast ethernet كان بقى 1/0 1/0 الكي تشين سيسكو, اهي دي الكي تشين. فالكي تشين عندي فعلا هنا سيسكو, يبقى اوبشن A اللي عندي. بيقول لك what's advertised distance for 192.168.0 network on router 1. طيب انا عايز اجيب الادفيرتايز ديستانس, اروح للراوتر 1 شو اي بي اي اي جي ار بي توبولوجي اللي كان بقى ال 46.192.168.46. اوكي فين ال 46؟ هنا هي 46. الفيزابل ديستانس هو هو الرقم ده, هو عايز الادفيرتايز ديستانس اللي هو 30720, فيعتبر طبعا مش هيبقى موجود قصادك الرقم. تمام, يعني انا هنا انسر A. تمام, ولكن انا في السيميوليتر هيطلع بالظبط معاك هو الرقم ده, لكن انا بقى عشان شغال برضو على ايميوليتر جي ان اس سي طالع معايا رقم مختلف اللي هو الرقم ده. فانت كل اللي بتعمله انت بتعمل شو اي بي اي جي ار بي توبولوجي وتيجي على النتورك الثاني رقم اللي بعد السلاش هو ده الادفيرتايز ديستانس, ما تتلخبطش وايه وتاخد الرقم الاولاني وما تروحش برضو للشو اي بي راوت. زاد بعض برضو الايه الفيديوهات حل السؤال ده بطريقه غلط, ان هو يقول مثلا ادي 46 عندي اهي, فالادفيرتايز ديستانس 33280. لا, 33280 ده الفيزابل ديستانس, لكن هو طالب الادفيرتايز ديستانس اللي تجيبها من شو اي بي توبولوجي, شو اي بي اي جي ار بي توبولوجي اللي هي هنا 30720. طيب ده كلام جميل. question 5 what percent of router 1 interface bandwidth is EIGRP allowed to use. طيب انا عشان اوصل للباندويتس بيرسنت هو ايه بقى على router 1 interface. طب لو جيت عملت show run, اوكي شو ران, نشوف بقى البيرسنت كام. هنا الباندويتس بيرسنت المسموح لي اجر بي ان هو يستعملها تحت كل انترفيس هنا 20 اهو, وهنا اهو اي بي باندويتس بيرسنت اجر بي 1 20, يبقى القيمه هنا 20, يبقى بانسر بي. انا اعتبر خلصت فيديو حل الامتحانات. اتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله في المزيد من الفيديوهات القادمة. اتمنى تكون المحاضرات عجبتكم وتفيدكم في امتحان الراوت. خلي بالكم ان في اجزاء او في اسئلة الا يعني ايه نطتها او عدتها. تمام, وده لان انا بفترض ان المعلومات دي المفترض دي معلومات من الان اي. اوكي, انا يشرفني جدا ان انتوا اي استفسار عند اي حد فيكم يشرفني اللي هو يبعت الاستفسار على الاكاونت بتاعي. اشوفكم على خير ان شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.